بيعبد العضلات بقى، مشان هيك الروماني بحب تماثيل الرومانية كلهم، أرنولد كلهم هيك. بدي شجعكم تتمتعوا بالنشرة الأسبوعية، بالحقيقة غنية جدا بالمعلومات وشيقة وممتعة. مش هلأ تقعد تقريها بعدين، بس بليز اقريها واتمتع فيها. ما تنسوا أيضا عهد الشراكة في الوسط في ورقة صغيرة بقلب النشرة الأسبوعية، بليز ما تنسوها. للأشخاص اللي بحب يكون على عهد شراكة ماديا في كنيسة حياة الفياضة، بليز أيد هذه الورقة، أعطيها لحدا من الخدام اللي مفروض يكونوا لابسين بادجيت، اللي مش لابسين يتوبوا بادجيت. هللويا. بقى بليز أيدوا هذه الورقة اللي بحب أنه يدعم كنيسة حياة الفياضة ماديا. طبعا هذه الكنيسة عندها مصاريف مادية كبيرة جدا، وعلى فكرة كنا عم نعمل ميزانية وشوي نقزت أنا، بس اطلعت بالمصاريف في أشهر داخل عليها تنقول 20% صار فين 180%، يعني المصاريف كتير 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 كبيرة كتير كبيرة، وما بعرف كيف عم نكمل بالحقيقة بالإيمان، لكن الرب صالح. بقى بليز للي بحب أنه يساعد بمصاريف كنيسة حياة فياضة من أين واحد وبخدمة هذه الكنيسة، يعبي هذه الورقة هي عدا العشور والتقديمات، ويعطيها لحدا من خدام الكنيسة يقول أنا متعهد كعهد وكندر قدام رب أنه كمل ادفع هذا المبلغ شهريا إلى ما شاء الله. آمين. لأن خلينا نوقف مع بعض نحضر حالنا للكلمة. طبعا يسوع حي. شو بكم؟ قلت يسوع حي. ارفع كتابك المقدس لين بدي حدا يساعدني ورق. مجدا ليسوع. في شي حدا معه كتاب مقدس؟ اذا ارفع هذا الكتاب المقدس، خلي الكل يشوفوه لين، ما تحطوا هيك، ارفعوا هيك للعالي، تقول بس ثقيل ما عليه، ارفعوا لساني الآن، اعلن هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير باسم يسوع، سوف أتغير. كل شعب الله يقول يا رب. لأن أنا أصلي باسم الرب يسوع بأنك تقدس كلامك لألنا الآن، وتزيل كل تشويش من حياتنا، كل تدين، كل عدم إيمان الآن، كل حواجز تقف أمام أن كلمتك الآن تعلن باسم الرب يسوع. وتقدسني الآن إذا أعلن كلامك أيها السيد، أنت تزيد، كل واحد فينا ينقص، ملكوتك يتقدم، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، وليتقدس اسمك وحدك باسم يسوع. أصلي ولك كل مجد في هذه الكنيسة. آمين ثم آمين ثم آمين. تفضلوا. مجدا للرب. هللويا 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 هللويا. استقرأ بمتى الإصحاح التاسع. نريد أن نذهب مع بعض اليوم إلى هذاك المكان، ومجددا اليوم نريد أن نتحدث عن أتباع يسوع التلاميذ. أتباع يسوع التلاميذ. ورائع جدا بالحقيقة، امبارح كنت هون في هذا المكتب، جيت مأخر حتى لما أكون مع حدا مع حدا لهيني، وسلحبت على المكتب لحالي وبقيت للساعة 5 الصبح قاعد بالمكتب. ماما قالت لي ما بتخاف تقعد هون لحالك؟ قلت لها لا كيف. كان عندي وقت رائع بالحقيقة، واحترت قد ما غني أنت تحدث عن التلاميذ، احترت بالحقيقة أي تلميذ اليوم بدي أحكي عنه، لكن نقيت لكم واحد بيعجب خاطركم. هاليلويا. ورائع أنك تدرس حياة التلاميذ، رائع أنك تعرف هدول الأشخاص اللي أنا وأنت اليوم نعتبرهم عواميد الكنيسة، اللي أنا وأنت الآن. أيضا الكتاب يقول بأنه يوم الأيام أورشليم الجديدة رح بيكون مكتوب أساميهم على عواميدها وعلى أبوابها. أنا وياك بنسمي أسامي كاتدرائيات على اسمهم، بنسمي أولادنا باسمهم. ما هيك؟ بأمريكا بتعرف يسموا الكلاب نيرو، نيرون.
بتعرف شو بسموا ولادهم؟ جان، جيمس، لوك، مارك، وا 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 وا. لكن لاحظ الآن بمتى الأصح التاسع أجوب توب ولقي 35. هذا الكاسات على فكرة بروح على أنحاء العالم كله، بقى كل الناس رح تعرف أنه أجوب لازم يتوب. رب يرحمه. ولقي 35 من متى 9. وأخذ يسوع يتنقل في المدن والقرى كلها، لاحظ، يعلم في مجامع اليهود وينادي ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وعلة. قول معي: يعلم، يبشر، ويشفي. لاحظ الآن كنايسنا، كنايسنا ثلاث أرباع تبشر لا تعلم، وإذا علمت لا تشفي، لكن يسوع كان يعمل الثلاثة. هذه خدمة العهد الجديد، أنك تعلم، تبشر، وتشفي. لا، دائما تقرأ هذه الكلمات عن الرب يسوع المسيح، كان يعلم، كان يبشر، وكان يشفي كل مرض وعلة. لاحظ الآن يا أحبائي لقي 36، وعندما رأى الجموع أخذته الشفقة عليهم، إذ كانوا معذبين مشردين كغنم لا راعي لها. عندئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير والعمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. لاحظ الآن الأصحاح العاشر: ثم دعا إليه تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطة على الأرواح النجسة ليطردوها ويشفوا كل مرض وعلة. بمعنى آخر الآن، وتقرأ بعدين أسامي التلاميذ، تقرأ بأنه بالحقيقة إذ الرب نظر إلى العالم، وهو الوحيد اللي كنت أنا وياك منعرف أنه إذا هو بده يلعب سولو فيه يلعب سولو. إذا هو مين بيقول أنه يسوع مش محتاج لحدا، يعني في يكون فريق لحد بحد ذاته مش محتاج لحدا؟ مين بيقول أنه إذا أنت عم تلعب مع يسوع باسكت هو لحاله فريق بيربح؟ عم بيلعب فوتبول لحاله بيربح، لو شو ما بيربح ليه؟ هو يسوع، صح؟ هو مش محتاج لفريق، مظبوط؟ لكن رغم أنه هو مش محتاج لفريق، اختار أن يعمل من خلال أشخاص عاديين لكن بدعوة غير عادية. أشخاص عاديين بدعوة غير عادية. عجبتني هذه الكلمة، نسمي فكرة اليوم هذه السلسلة: أشخاص عاديين لكن يملكون دعوة غير عادية. الله يدعوهم الآن. ليش؟ قال أعطاهم سلطة على الأرواح النجسة، أعطاهم هذه السلطة على الأرواح النجسة لا لكي يذهبوا في العالم يعني ويعلنوا عن ملكوتهم، لكن أن يعلنوا عن ملكوت الرب. وأعطاهم سلطة بأن يشفوا كل مرض وعلة. والرائع بالموضوع يا أحبائي بأنه إذ فكر بأنه هو يريد أن يبني ملكوته هون على الأرض، وإذ يريد أن يبني ويأخذ الخلاص إلى كل العالم، قال أنا رح نقي 12 واحد، ويا لك أن تدرك هدول 12 واحد اللي نقيهن. لو أنا كنت محل يسوع بعرف إذا كنت رح نقي نفس الأشخاص. لو أنت كنت محل يسوع ما بعرف إذا أنت رح كنت تنقي نفس الأشخاص. والرائع بالموضوع مش مين نقى يسوع، الرائع بالموضوع مين ما نقى يسوع. الرائع بالموضوع بأنه كان في كتير أشخاص أذكياء في هذاك الوقت، مؤهلين أكثر بكتير من هدول الرسل، لكن القرعة لم تأتي عليهم. كان في أشخاص تعتبر نفسها بأنها مميزة جدا بهذاك المجتمع، وعندها كتير أنه تقدموا ليسوع، لكن يسوع ما نقيهم. الرائع ليس مين نقى، الرائع مين ما نقى. وأنا وياك اليوم إذ نريد أن ندرك بأن الله يحول أشخاص عاديين، أنا وأنت، بأن يستخدمنا بطريقة غير عادية، قال لكي يعرف العالم بأن المجد الذي يحدث والأمور التي تحدث من خلالك لا تصدر منك، لأنه أنت إنسان عادي جدا، لكن يعود كل المجد لمين؟ نعم، للرب يسوع. نهار
الاجتماع الماضي تحدثت لكم عن اخوان اثنين اسمهم يوحنا ويعقوب، ولاد الرعد، وكانوا عاملين بوطة بالحي مسمينا بوطة ابناء الرعد. ذكروا بانه هدول الطفلين، خلينا نقول هيك لانه كانوا اطفال بالحق، بعدهم اولاد 20-15 سنه وتقريبا هذه الاعمار عم بعطيك اياها، وربما ايضا يكون يوحنا اصغر بعد من هيك. لكن الرائع بالموضوع بانه يسوع نقاهم، والكتاب يقول يا احبائي، يعني روعه لما بتدرس كيف يسوع اذا نقى اولاد زبدي. استقرا بانجيل مرقس على ما اعتقد، تقرا بان يسوع راى اولاد زبدي يوحنا ويعقوب مع ابوهم في القارب يصطادوا، فقال لهم اتبعاني. قال في الحال تركوا القارب وابوهم وتابعوا يسوع. قول معي تركوا القارب وابوهم. هذه الاثنين هذول يدلوا على ناحيتين هامتين في تبعيتك للمسيح، بأن المسيح هو أب عملك. اسمعني جيدا، المسيح أب عشيرتك أيضا. هذا عم تسمع علي الآن؟ في واحد قال أمين، ثلاثة صاروا شي عشرة. مش هذا بقول أمين؟ مش الحال ورا أمين. لاحظ، قال تركوا القارب وزبدي باي لوين؟ قالنا تبعني. ايه بس يا ابني، بس نظف الشبكة تبعني. هو قبل، هو قبل بي، هو قبل خي. مشان هيك قرب يسوع قال ان كنت تحب ابا اما اخا اختا زوجة اولادا اكثر مني لا تستحقني. لو تشوف اشخاص اليوم عم بيساوموا على تبعية يسوع، ايه بس عندي تعرف انت في واجبات ما بعرف شو بطيخ. الان اترك القارب وزبدي، تبعيتك ليسوع. يا احبائي، يسوع اختار التلاميذ اذ اراد ان يجعلهم اتباع. كل التلاميذ القاسم المشترك بيناتهم كان انه سمعوا كلمة اتبعني. كلياتهم سمعوا كلمة اتبعني، وهذه الكلمة غيرت كل مسار حياتهم. كلمة واحدة، كلمة قوية، كلمة هامة، وينبغي أن تنطبع بحياة كل تلميذ اليوم في سنة 2005. كل واحد من يدعى مسيحي أو حامل اسم يسوع مخلص مولود ولادة جديد الآن، ينبغي أن يدرك بأنه هو تابع بالدرجة الأولى. أنا تابع تابع تابع. أسيس يسوع نقى تلميذ، نوى منهم مثل ما قلت لك يوحنا ويعقوب. والرائع بالموضوع بانه هيدول اولاد الرعد يوحنا ويعقوب اللي ما بينطقوا، اللي كانوا كل وقت عم يتخانقوا مع بعض وعم يتخانقوا مع الرسل التانيين، مثل ما كنا عم نحكي بالاسبوع الماضي او عم بحكي اخر اجتماع، ها؟ يسوع مش بس اختارهم، يسوع جعلهم من المقربين اليه. كانوا من الثلاثة، يعني هدول المقربين ليسوع. نعرف انه كان في 12، وين ما بيروح بيكون في 12 معه، صح؟ كان وين ما بيروح يسوع في 12 معه، لكن بعض الأحيان كان يخلي التسعة برا يفوت ثلاثة معه، يوحنا يعقوب وبطرس. ويا روعة الأمر استقرأ يعني وتدرس شخصيات هدول الرسل، تدرس انه عن جد اوقات بيكونوا اخوه فرد بيت او توم فرد بيت، لكن كل واحد شخصيه، كل واحد بطريقه ما. وبتلاحظ بانه بالحقيقه دراوس كان رفيق ليعقوب وبطرس كان رفيق ليوحنا. واذا بتقرا انه بالحقيقه بطرس واندراوس كانوا اخوه، ويعقوب ويوحنا كانوا اخوه، لكن ما كانوا قراب لبعضهم اثنيناتهم، وكان في هذا خي هذا صاحب هذا وهذا صاحب هذا. وين ما بتقرأ بتشوف هدول مع بعض، حتى ترتيب الأسامي ما بحط لك يعقوب ويوحنا، بحط لك يوحنا بطرس، دايما بطرس بالأول على فكرة، آخر واحد رح ببقى بحكي عنه هو بطرس، لأن رح ياخد مني شوية وقت بطرس تندرس شخصيته. على فكرة أكثر واحد بتقرأ عنه بالعهد الجديد مكتوب اسمه بالأناجيل الأربعة من بعد يسوع هو بطرس.
قد ما بيضل يحكي دايما عنده شيء يقوله بطرس. واليوم أريد لا أريد أن أتحدث عن بطرس، لكن أريد اليوم أن أتحدث عن خيو لبطرس اندراوس. اندراوس صياد السمك. اقرأ معي الآن بيوحنا الإصحاح الأول، إنجيل يوحنا الإصحاح الأول. ورأى بالموضوع أنه كلياتهم هيدول البوطة الخمسة مع فيليبوس كلياتهم من نفس المنطقة من بيت صيدا بالجليل. لاحظ بأن يسوع حتى لما اختار تلاميذه نقاهم من فرد حي، كلهم بيعرفوا بعضهم، ربيانين سوا. والرائع بالموضوع انه من ال 12 اللي نقاهم في 6 اخوة، يعقوب ويوحنا، اندراوس وبطرس، يعقوب ويهوذا. 6 اخوة، أليس هذا رائع؟ نعم. أجا قال لا ما عليه، أخذنا من هالعائلة خلينا ننقي لنا شي عائلة تانية. هذا عم سمع علي الآن، لأنه الموضوع لا يعمل مثل ما أنت بتفكر إنه شو هذا متطرف يسوع، كان لازم أسيس يسوع ولو كله من هون كله من بيت صيدا ما 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 شكل بروم على الضيع مول، خلينا ننتخب يا خي مجلس رسل بنصوت بيعملوا صور بيطبعوها بالشوارع مرشح ليكون رسول تيمثل الضيعة بمجلس الرسل. يا حبي الله لا يعمل بالديمقراطية تبعيتك. وعلى فكرة مشكلة انك تحكي هيك بأمريكا، يعني انا بروح بحكي هيك بأمريكا لانه مدربين بأمريكا بفكر ديمقراطي كل شيء لازم صوتوا له. لا الله لا يعمل بهذا الاسلوب. ان الذي يحكم ملكوت الله ليس ديمقراطية بل ثيوقراطية. الله هو الكل وفي الكل. ولا مرة رب سألك، ملاحظ؟ حتى ما سألك إذا بده يخلقك على فكرة، لاحظت؟ ها؟ شي مرة واحد إذا رب قال له لحظة بتخليني أخلقك؟ أول خلينا نفكر الموضوع، خلينا نستشير لحظة. أو شي مرة سمعت إنه بالسماء عمل الرب مرة قرعة قال هات لنشوف نخلق الإنسان إيه ولا لا، بلشوا صوته 60 مع 40 ضد نخلقه. بعدين المعارضة صارت أول صفوفة. لما أجل الوضع ليخلقه كارلوس كانوا 99 ضد و... لا بس بقي خلقه لأنه بحبه. هاليلويا. لكن فكر فيها الآن لثواني. إنجيل يوحنا، الله اختار 6 إخوة من 12، يسوع اختار من 12 رسول 6 إخوة صيادين. لاحظ لين بالآية 35، أو في اليوم التالي كان يوحنا واقفا هناك أيضا ومعه 2 من تلاميذي. إنه يتحدث عن يوحنا المعمدان، كان عنده تلاميذ يوحنا المعمدان. فنظر إلى يسوع وهو سائر فقال هذا هو حمل الله. فلما سمع التلميذان كلامه تبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه فسألهما ماذا تريدان؟ فقال رابي أي معلم أين تقيم؟ لاحظ قال لهم ما عندي محل ألقي فيه رأسي. تبهت؟ سألوا أين تقيم؟ قال لهم صدقوا مش عارف أنا مشرد، يعني عم دورنا على ليلة نمضي فيها الليلة، مش عارفين كيف بدنا نكمل هالثلاث سنين يا أخي إطلاقا. لاحظ شو قال لهم، أجابهما تعالى وانظرا. فرفقاه ورأيا محل. لاحظ، نعم ما بسمع
انتو عم تقروا بنفس الكتاب ولا عن واحد تاني هذا اللي معك؟ هو ذاته شو مكتوب عندك بليز؟ طلع عنده محل إقامة يسوع، عنده عنوان كان. لاحظ، قال وبقيوا معه، قال وأقاما معه ذلك اليوم، وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد هذين اللذين تبعا يسوع بعدما سمعا كلام يوحنا. إذن تبدأ القصة يا أحبائي بأن أندراوس كان محترف تبعية. يا لروعة الأمر أنه تدرس أنا وياك عن يعقوب ويوحنا، ندرس أنه كانوا أولاد عصابات تقريبا، أولاد الرعد، حتى أنه الكتاب بيقول أنه يسوع سميهم أولاد الرعد، أطلق عليهم هذه التسمية أبناء الرعد. ماشيين هيك بالشارع، يعني في أبو عضل وفي أبو الرعد، ودقين هون على إيدهم رضاكي يا أمي. حياتي عذاب هون وقلب هيك وفلاش، ولاد الرعد. ها، ولاحظ بأنه كانوا يعني دايما إخوة، يعني عم تخيل كيف ربيوا مع بعض كأخوة، يعني بتخانوا حتى كان بوجود يسوع كانوا عم يتخانوا، لأنه ما فيك تضلك لابس قناع كل الوقت أنه بقدام يسوع حبيبي. صاروا عم يتخانوا حتى أنه يسوع، يا شباب طولوا روقوا أشوي، هو تخيل يسوع بيوعز يوحنا ويعقوب وراء عم يتخانوا. إخوة، لكن ما الذي حدث؟ الكتاب يقول يا أحبائي ولا مرة رفضهم، ولا مرة كبهم برا، لأنه كان يحبهم، كان يرى فيهم أشخاص مميزين. إنه إله الذي أحبائي قصب مكسوف لا يكسر، فتيل مدخنة لا يطفئ، لا يطفئ لآخر دقيقة. الرب طالما أنت بعدك عم تتوب، طالما أنت بدك إياه هو أكيد بده إياك، طالما أنت بعد بدك تتبع، واسمعني شو بدي لك، أكيد في أمل، أكيد في أمل منك، أكيد 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 100% في أمل. هاليلويا، مجدا 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 مجدا، يا له من إله صالح. الكتاب يقول بأنه أندراوس كان تلميذ ليوحنا، ولاحظ ملئ كلمة صغيرة، كان يملك عطش في قلبه إنه يبحث عن الحق، لدرجة إنه نهار اللي صار له أحسن أراد أن يذهب إلى نحو هذا الأحسن، نهار اللي وجد، وخاصة بعد ما أخذ الإطلاق من يوحنا. اسمعني شو بدي لك الآن يا أحبائي، لم يكن أندراوس ليتبع يسوع لولا يوحنا يطلقه. ويا لروعة الأمر بأنه يوحنا المعمدان ما كان عم بيقول لحظة أنتوا هلأ معي شباب، هلأ هو يسوع ما اختلفنا، بس أنتوا مع اليوحنانيين معي؟ لا أطلاقا، قال هذا هو الآن اتبعوه هو. أنا بتخيل كنت أنه يوحنا لو كمان يلقطوه كان هو عم بيقول أنا كمان كنت بأتبعه، ينبغي أن هو يزيد وأنا أنقص، هذه كلمات يوحنا صحيح ولا لا؟ الآن الكتاب يقول، لاحظ كيف أول كلمات قالها أندراوس أخو سمعان بطرس للرب يسوع، كلمات مدرب عليها لأنه متدين، رابي. يعني إجا لعند يسوع قال له أسيسنا، مدرب أن يكون تابع، مدرب أن يكون متدين. مع الآن يا أحبائي لاحظ، مش مثل يوحنا ويعقوب، لاحظ مش مثل الباقيين. الكتاب بيقول لما دعي لمتى الرب يسوع عمل له حفلة، متى عمل له سكرة بالبيت، بعدين نبقى بنحكي عن متى يعني. لكن هيدا الزلم مدرب متدين، حامل إنجيله ماشي هيك. أندراوس لاحظ قال تقابل مع يسوع وقال له رابي، أي معلم،
أو بهذاك الوقت يا حخام يعني أو يا معلم رابي أو راباي بالإنجليزي يا معلم. ولكن لاحظ لين هذه الكلمات تكمل المسيرة. راح مضى نهار مع يسوع وبالمسويات لاحظ أي 40 وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد هذين اللذين تبعا يسوع بعدما سمعا كلام يوحنا. قول معي بعدما سمعا كلام يوحنا. بمعنى آخر مين اللي عطاهم الإطلاق؟ إذن بمعنى آخر أنت لا تستطيع أن تنتقل إلى مرحلة جديدة أن لم تطلق أولا للمرحلة العتيقة. لاحظ لأني أحبائي فما أن وجد أخاه سمعان عم تصيد حتى قال له وجدنا المسيا أي المسيح. يا أحبائي نهار واحد قضى مع يسوع أندراوس تحول يسوع من معلم إلى المسيح. لاحظ أول شيء قال له رابي تدين أسيسنا بعدين اتضح هذا منه رابي هذا الله. أحبائي اسمعني شو بدي لك الآن بغض النظر عن كيف جاي وشو جاي وقديش أنت صاحب أخلاق وقيم وميزات ودين وطهارة ونقاوة وكل الصفات الحسنة اللي فيك وبتمشي مع الحيط مع الحيط يا رب توصل على البيت وإذا النملة بتسمع صوتها أنت بتسمع صوتك يعني إنسان كلك روعة. اسمعني شو بدي لك الآن عود مع الرب النهار رح تكتشف أنه بالحقيقة يسوع مش مصلح اجتماعي مش نبي مش رسول مش أي شيء آخر سوى الله الذي تجسد من العذراء وصار إنسانا ومات وقام من أجلي ومن أجلك. نهار واحد النهار اللي بتتقابل معه كل الأمور تختلف. النهار اللي بتدوقه كل شيء يختلف كل ديانتك تختلف. رح بتضل عندك فلسفة رح بتضل عندك رأي رح بتضل عندك مناقشات وبتشوفهم على التلفزيونات ايه عم بيتناقشوا وعم بيحكوا وعم بيتباربوا وخاصة على التلفزيونات مسيحية في هذا البلد للأسف. لكن النهار دوق يسوع كل حججك تسقط كل فلسفتك دكتورياتك لاهوتك عظمتك وفكرك تسقط. دراوس تقابل معه لنهار واحد. والرائع بهذا الاندراوس يا احبائي انك ما بتقرا كثير عنه بالكتاب المقدس بالانجيل لكن كل مره بتقرا عن اندراوس تقرا انه اندراوس عم بيجيب حدا ليسوع. تقابل معه يسوع نقى واحد من تلاميذ متدين. يسوع نقى واحد من تلاميذ الاثناش كل هدفه هو أن لا يظهر. إذا بتقارن الآن أنه اندراوس خيه لبطرس ما بيشبه شيء من بطرس. قديش قديش بطرس بيحكي اندراوس كان دائما صامت. قديش بطرس ابو عشقه ما بده ينزل من القارب وبده يمشي ويعوي اندراوس كان دائما في الخلف وعم يعطي الاخرين يقربوا ليسوع. النهار اللي الناس كانوا بدهم يتقابلوا مع يسوع ما كانوا يحكوا مع بطرس لانه ابو عشقه ما كانوا يحكوا مع يعقوب ولا مع يوحنا كانوا يحكوا مع اندراوس. وبتعرف مين تاني واحد تاني اسمه فيليبوس كمان بنحكي عنه. اندراوس انت فيك زبطنا اياها الشباب هنيك ايه نعم مدنية لورا عمل معرف. جايب واسطة مين تعرف لكن اندراوس مش هيك. اندراوس من التلاميذ اللي كان كل هدفه انه الناس تعرف يسوع. نا الله يا احبائي يستخدم اشخاص كبطرس توقف قدام الفات وتعز كلمة الله ولكنه ايضا يحتاج الى اشخاص مثل اندراوس اللي هي دائما في الخلف عم تقول للاخرين تقابلوا مع يسوع بالخلف. الله يحتاج لهيك تلاميذ ايضا. تخيل لو كانوا كلهم مثل بطرس كانت مشكلة
أو تخيل لو كانوا كلهم أولاد رعد، كان بيوم 50 كلهم مدممين لأنه نازلين بعضهم خبيط يعني. واحد عينه نازلة، واحد سنانه. لكن أيضا اندراوس في الخلف، استقرأ عن هذا الرجل اندراوس. تقرأ بيوحنا الإصحاح السادس بمعجزة تكسير الخبز، كان يملك إيمانا بيسوع. كان يملك إيمان هذا الاندراوس، مع أنه إيمانه لربما كان أضخم من إيمان بطرس وأكبر من إيمان يعقوب، لكن لم يكن يعد من هذول الثلاثة، ولم يكن يهمه أن يكون من هذول الثلاثة الكبار. تذكروا أنه مين الروس الكبيرة تبع الرسل؟ يوحنا، يعقوب وبطرس، هذول اللي كانوا يضلوا مع الرب عطول. صح؟ أنتوا هون اليوم ولا لا؟ اندراوس ما كان بهمه هذا الأمر. اندراوس ما كان عم يتخانق مع الرسل حتى يكون هو محل يعقوب أو محل يوحنا أو محل خيو بطرس. يا رب مش عدل هذا، ليك أنا شو رايق؟ ليش نقيت بطرس؟ ليك أنا ولا مرة، أنا ما بخانق، ما بعمل مشاكل. لا، هو لم يكن يفعل هذا لكي ينال أجر. اندراوس كان من الرسل يا أحبائي اللي كان يفعل هذا لأنه كان عنده علاقة غرام بالرب يسوع. لاحظ الآن يا أحبائي هذه الكلمات، تقرأ بيوحنا الإصحاح السادس، يوحنا 6، تقرأ: بعد ذلك عبر يسوع بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، إلى الضفة المقابلة، وتبعه جمع كبير بعدما رأوا آيات شفائه للمرضى. وصعد يسوع وتلاميذه إلى الجبل وجلسوا. وكان عيد الفصح اليهودي قد اقترب، واستطلع يسوع ورأى جمعا كبيرا قادما نحوه، وقال لفيلبس: من أين نشتري خبزا لنطعم هؤلاء كلهم؟ وقد قال هذا ليمتحنه، لأن يسوع كان يعرف ما سيفعله. فيلبس جاب، فأجابه فيلبس، هذا صاحبه الأندراوس على فكرة، ربيانين بفرد حي يلعبوا قلل سوا هنو صغار، عندهم بسكليتات بسمعونا بمصر افتكروا قلل كلمة خبيث، يعني كلمة بشعة بمصر. شو بسموها بمصر؟ هدول لعب، لعب لعبة بلبنان. لاحظ الآن، فأجاب فيلبس: حتى لو اشترينا خبزا بمئتي دينار، 200 دينار يعني عم تحكي الآن حوالي بحوالي تقريبا $1,000 هلا يعني، أو شوي، إذا ما نشترك خبز $1,000 هذاك كان مبلغ كثير كبير بالنسبة له. لاحظ، لما كان يكفي ليحصل الواحد منهم على قطعة صغيرة. فقال له اندراوس أخو سمعان بطرس وهو أحد التلاميذ، لاحظ هنا، ولد معه 5 أرغفة شعير وسمكتان صغيرتان، ولكن ما هذه لمثل هذا الجمع الكبير؟ فقال يسوع اجلسوهم. لاحظ ثقة اندراوس بيسوع، إيمان اندراوس بأنه يا رب أنا رح أقدم لك اللي عندي. في هذا هون بينفع؟ إنه رجل عملي. أنا بيعجبني هيك واحد من اندراوس، رجل اللي بيخلقها. تقول له ليك شو فينا نعمل هيك؟ ما بنقدر نعمل شيء. شو بنزعج من هيك أشخاص حول مني؟ طب ليك خلينا نعمل هيك؟ ما بنقدر. تخيل ليه ما بنقدر؟ لأنه في هيك. طب خلينا نعمل هيك؟ ما بتزبط. طب خي شو بيزبط؟ ما بيزبط شيء. يا خي كيف ما بيزبط شيء؟ لا ما يعني، لا، في أشخاص مثل اندراوس فينا نعمل هيك، فينا نعمل هيك. في أشخاص مثل اندراوس اللي هن ما بدون يكبوا حالهم من الروشة بأي مشكلة بتصير. عارف شو اللي كب حالهم من الروشة؟ قاعد مرة بتناقش أنا واحد، خي شو مشكلتك؟ ليه بتضلك هيك؟ ليش أنت بتضل كئيب وحزين وفشلان وتعبان وعم تبكي ومريض ومعتر وفقير وكحيان
يأستكم ها ويأس وماشي يعني اليأس تجسد بإنسان. قال لي يا أخي مشكلتي هيك. قلت له طب منحلها فينا نعمل هيك. قال ما هي ما بتزبط لأنه هاي هيك. طب يا أخي منعمل هيك؟ لا ما هاي ما بتزبط. نقل المتدين يا أحبائي الشخص هو الشخص الذي بيلاقي مشكلة لكل حل. لكن المؤمن هو بيلاقي حل لكل مشكلة. ها عم سمع علي الآن؟ نعم ما سمعت ورا. طلب حدا كله متدين بيلاقي مشكلة لكل حل. لكن المؤمن بيلاقي حل لكل مشكلة. مع هدول التلاميذ قدام مشكلة ألفات البشر حوالي 20,000 واحد قدامهم ويسوع عم بيقول لهم شباب شوفوا لنا بالصندوق شو في مال. هيك افتكر فيليبوس عم بيقول له الرب عيطوا لي يهوذا افتحوا لنشوف كيف فينا نطعمي هالبشر. يا أخي منين ما نجيب لهم؟ بارح كنا قاعدين بالبيت ما توخذنا ها شو منين ما نجيب لهم؟ يعني حتى لو صرفنا مصريات ما بيطلع يا خي ما بيطلع للكل. أحسن شيء يعني فكرة يا هو زبعتهم على بيوتهم يا خي مالنا ومالهم. لكن لم يكن يعرف بأن يسوع يختبره. قال إنما أندراوس كان يحب الرب. يا رب في عنا هيدول بينفعوا؟ وأنت الآن فيك تقول له يا رب أنا يمكن ما عندي مثل فلان. في الشخص اللي ما عنده كتير مواهب رب عطى قال 5 وزنات لواحد عطى 3 لواحد وعطى 1 لواحد. في هذا الشخص اللي يقول يضل ينق انه انا ليش فلان انه هيك ليش فلان عنده 5 ليش فلان عنده 3. انا بدل ما تقعد تنق على اللي عندك ايه الان استعمله استعمل شو عندك. بدل ما تقعد تغار من خيك لانه انجح او مشي حاله او عم يتزبط او عنده مواهب اكثر منك الان شو عندك انت الان؟ مستحيل انه ما يكون عندك شيء. اللي عندك ايه الان اعطيه للرب واستعمله. هيك كان اندراوس. وبتعرفوا شو البعد الابشع؟ رح لكم شيء ثقيل بس رح اقول الابشع شيء لما بتدرس عن اندراوس انه دائما اندراوس يعرف عنه بانه اخو بطرس. أليس هذا؟ تخيل يعني هيدا بتقول له خي إلي اسم أنا إلي اسم هذا خي بطرس أوكي. تخيل اندراوس يفوت على مجتمع اسمي الأسيس اندراوس مين حضرتك؟ اندراوس إيه مين يعني؟ خي بطرس خي بطرس أهلا وسهلا. دائما وين ما بتقرأ اندراوس دراوس أخو سمعان بطرس يعرف عنه هيك. يعني أنا بقول إنه لربما يكون نتفة صغيرة اندراوس حائد على بطرس مجروح سارق الوهج منه كليا. لربما راح لعند حميته لبطرس مرضى يا رب مرضى أو لعند أمه ليش أمي ليه امي شو زنبا اندراوس اخو بطرس. لكن ولا مره بتسمع انه هذا الموضوع كان يزعج اندراوس. لكن لربما كان يفتخر او يفرح بانه ينبغي ان انا انقص وهو يزيد. والرائع بالموضوع يا احبائي انه بعد فتره بطرس صار راعي الكنيسة واندراوس خيه اللي هو جابه للرب تحت منه. حدا عم تسمع علي الآن يا أحبائي؟ شوف مبادئ الرب كيف يعمل الله يعمل غير كليا ما أنت تفتكر مش بمنطق البشر. إيه بس أنا حقي أكتر أنا صار لي هون أكبر أنا جيت قبلكم. شو هي على بيجي قبل يعني شو هي؟ ايه بس حقي شو ما في شيء اسمه حقي بكلمه الله. ايه بس انت ليش نقيت من كل الضيعه مضيعه وحده
ظروف يا هندسة. الله يعمل بغير أسلوبك وغير أسلوبي. الله لا يعمل بمبدأ العشائر، بمبدأ السبق، بمبدأ المنافسة. وبتعرف كل مرة ببلش يصير فيه بالكنايس وبين التلاميذ منافسة، روح الله بفل، بتلاقي حزن، عم تحزن الروح القدس، بتلاقي كنائس بتنافس مع بعض بدل ما تكون عم تشتغل مع بعض، بتلاقي إخوة بالكنيسة عم تنافسوا مع بعض بدل ما يكون هدفهم المرفعين بعضكم بعض بالكرامة. أين هم الإندراوسات؟ نعم إننا نحتاج لرجال مثل بطرس، تقف. نعم إننا نحتاج لشيوخ مثل يوحنا، جبابرة. لكن أيضا نحتاج لإندراوس. الكتاب يقول بأنه في فترة أيضا، استقرأ بيوحنا الإصحاح 12، تقرأ بأن في فترة إجا ناس من اليونان يريدوا أن يعرفوا يسوع، أيضا ذهبوا إلى فيليبوس، ففيليبوس وأندراوس أخذوهم إلى يسوع. لاحظ الآن، دائما بتلاقي أندراوس عم بجيب ناس لعند يسوع. يوحنا 12 لاحظ، وكان بين الذين قصدوا أورشليم لأي 20 للعبادة في أثناء العيد بعض اليونانيين، فذهبوا إلى فيليبوس وهم بيت صيدا في منطقة الجليل وقالوا له: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فجاء فيليبوس وأخبر أندراوس، ثم ذهبا معا وأخبرا يسوع. لاحظ، كان دائما أندراوس بده يجيب ناس ليشوفوا يسوع. لاحظ، ما كان في قلهم لحظة خليني أشوفكم الأجندة، أعطيكم موعد مع الأسيس يسوع. في الحال كان يفرح، يفرح بأن الناس تريد أن تتقابل مع سيده، مع المسيح، مع المسيح. هاليلويا. اقرأ معي الآن أيضا ب، ما رح طول عليكم بقى. لوقا لوقا 14، ألاحظ دائما بطرس يسبق أندراوس، مع أنه أندراوس هو الذي دعا بطرس. لوقا 6:14، مجدا لك يا رب. هللويا. خلينا نقرأ مع بعض أيضا بإنجيل مرقس. ورح بنهي هون. إنجيل مرقس على صحة 13 رح فرجيك حقيقة رائعة عن هذا الإندراوس.
قلت لك هو خيه لبطرس لكن ما بيشبهه. قلت لك الله نهار الجمعة الله يستخدم أولاد الرعد لكنه أيضا يستخدم أشخاص كأندراوس. لاحظ الله غني بالشخصيات يا أحبائي. ما تحاول تكون مستنسخ عن أحد أو تحاول تقلد أحد. الطبع اللي أنت فيه رائع، شخصيتك محتاجة لشفاء، لكن خليك أنت، خليك الشخص اللي الله خلقه مثل ما أنت. الله فيه يستخدمك. شخصيتك الله بده يغيرها، شخصيتك الله بده يغيرك، لكن طبعك خليك مثل ما أنت، ما تحاول تكون حدا تاني. استقرأ بمرقس 13. وفيما هو جالس على جبل الزيتون مقابل الهيكل، لاحظ بتشوف هدول الثلاثة اللي هن مع بعض، قلت لك رأس الهرمية مين كانوا؟ مين؟ لاحظ الآن بالحقيقة أنه كان اندراوس أيضا معهم. استقرأ لاحظ. وفيما هو جالس على جبل الزيتون مقابل الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس على انفراد. لاحظ بطرس ويعقوب أصحاب، يوحنا واندراوس أصحاب، دائما بتشوفوا هناك مع بعض، ما بتحط الإخوة حد بعض. ظاهر أنه كان يوحنا ويعقوب، يوحنا واندراوس بيتفقوا أكثر لأنه يوحنا كان هادي، مش خي هادي، كان التلميذ الذي يحبه الرب. ظاهر أنه اندراوس كان يملك هذه الصفة أيضا. يتفقوا مع بعض، نشوف يعقوب وبطرس أيضا مع بعض. ومشان هيك أول واحد استشهد وكان مع بطرس انحبس، مين؟ يعقوب. لاحظ الآن يا أحبائي، قال سألوه على انفراد متى يحدث هذا. بمعنى آخر الأمور اللي كتير دقيقة وهامة والإعلانات اللي ما حدا أخذها من الرسل التسعة كان أيضا اندراوس معني فيها مع الثلاثة الباقيين. بمعنى آخر كان يعتبر، بالحقيقة ما كان في ثلاثة، كان في أربعة، لكن اندراوس كان دائما ينسحب، لا يريد أن يكون هيك، لا يريد أن يرفع نفسه، لا يريد أن يحط حاله مع ثلاثة هذوك الباقيين. وين هيك شخصية اليوم في الكنيسة؟ وين هدول الأشخاص اللي عم بيحاول يرفع خيه؟ أنا أخو بطرس. وين الأشخاص اللي عم بيحاول يكون هو دائما بالخلف، هدفه أنه شوفوا يسوع، تعوا لعند يسوع، تعوا لعند يسوع. الله اليوم يريد أن يصنع منك هذا الإنسان. خلينا نوقف الآن مع بعض. ربما أنت بتقلي يا أسيس أنا هيك أيضا معروف بالحي أنه خي فلان، أو هون بالكنيسة الناس يمكن مش عملت لي حساب، مش مهم الآن يا أحبائي. بتقول إيه بس أنا يمكن لازم صير عنيف في أشخاص، قول أنا لا، ما بيصير هيك كون، ما بصير، أنا لازم أتغير لأنه لازم أفرض وجودي، أفرض شخصيتي، لازم الناس تحترمني. الناس رح تضل تحترمك إذا أنت بتضلك أنت. رح تصير مزعج وجارح لما بتلبس قناع وبتحاول تقلد حدا. رح تمتلي من المرارة النهار اللي ما بترضى بشو الله دعاك تكون. مش كل الناس مدعوة تكون بطرس، لكن يسوع اختار أيضا خيه يكون من أتباع، جاي متدين لربما. خلينا خبرك بعد قصة عن اندراوس. تتذكروا لما تلميذ يوحنا اجوا لعند يسوع وقالوا له، هن وتلميذ الفريسيين اجوا قالوا له ليش تلميذك ما بيصوموا؟ ليش تلميذك ما بيختسلوا قبل؟ ليش تلميذك ما بيعملوا مثل الشريعة؟ ما هيك؟ اندراوس كان هيك، كان تلميذ من تلاميذ يوحنا، صح؟ لكن ما بقي ليه بالستو بالعتيق؟ لاحظ الآن صار محسوب على غير جماعة.
لاحظ الآن كانت بتحس بقلبه الأندراوس إنه يشوف الناس اللي ربي معهم تلميذ اللي تلمز معهم على إيد يوحنا الآن عب يتهموه بأنه هو ضدهم وضد الإيمان وضد الله. اللي عم تعمله غلط, هاي الكنيسة اللي عم تروح عليها غلط. لا أنت بعدك ورا, أنت بعدك ورا, في أكتر بعد, في أكتر بعد. لكن ما بتسمع أندراوس عم ينزعج من هيدول التلاميذ, لأنه هو هيك كان أيضا, هو هيك كان أيضا. إذا أنت الآن بهذا المكان أو الله عم بباركك الآن بإعلانات وبأمور روحية رائعة, لا تنسى تبلش تحط إصبعك على الآخرين, لك يفني, لك هدول, لك هدول, لك هدول. ما تنسى أنك أنت هيك كنت أيضا, لو ما نعمة الله ورحمة الله ودعوة الله لألك ولألك. أنا هيك كنت أيضا. شو اللي خلى رب يسوع يستخدم أندراوس المتدين ويحوله لشخص مثمر بالرسل؟ أحبه, أحبه. ارفع يديك الآن يا أحبائي, قل يا رب أريد أن أكون تابع على شكلة أندراوس, أريد أن أكون جزء من رسلك يا رب. نعم أنا وياك اليوم نسمي ولادنا أندري على اسم أندراوس, أندرو, أندري, مار أندراوس, رجل تلميذ ليوحنا, صياد سمك, ترك كل شيء وأطاع حتى معلم يوحنا بأنه تبع يسوع. وإذ تبع يسوع اكتشف بأنه هو المسيح, وإذ اكتشف بأنه هو المسيح لم يكن ينزعج بأنه هو بشر خيه بطرس. هو جاب بطرس للإيمان, لكن بطرس ارتفع أكثر منه وانشاف أكثر منه. ما كان زعجه الأمر أبدا, ما كان زعجه أنه كان الناس تعرف عنه بأنه أخو بطرس, ما كان زعجه أبدا هذا الموضوع. لكن دائما كان يحاول أن يقرب الناس من يسوع, كان هو دائما بالصفوف الخلفية, لكن يملك إيمان غير عادي. أنا أريد يا رب أن أنتمي لمدرسة أندراوس, أنا أريد أن أنتمي لهذه المدرسة. ارفع يديك الآن, قل له يا رب اجعلني هكذا. بدي فريق تسبيح نطلع الآن. اجعلني هكذا يا سيد الآن, اعمل بقلبي وبحياتي. ولربما أنت الآن بالمجموعة تبعك, بجي 12 تبعك, لربما أنت الآن بعد ما انتزمت بأي مجموعة الآن التزم بواحد من المجموعات وقول أنا أريد أن أكون تابع, أريد أن أكون تابع. إيه أنا بتبع يسوع يا أسيس. نا تتبع يسوع نهار اللي بتتبع جسد يسوع. إيه أنا هون أصلا ما بعمل. في ناس بتقول كلمات روحية كتير كبيرة لكن ما بتعرف معناتها, خالية من كل معنى. كلمات روحية بتسمع ناس هيك بتقول شو أنا عم بخدم مين هون, أنا عم بخدم الرب. صحيح, لكن تخدم الرب لازم تخدم أولاد الرب. تخدم الرب, الله قد وضع سلطة ترتيب في الكنائس, سلطة على الأرض. إذا أنت مش رح تعرف تخضع للسلطة الأرضية اللي الله حطها, ما بحياتك رح تعرف تخضع للسلطة السماوية. تقلي إيه بس أنا مش متمرد, معقولة اتمرد على الله؟ في واحد هيك قال بالزمنات واتمرد على الله, اسمه لوسيفر, الشيطان أراد أن يرفع نفسه, لم يكن يحترم السلطة, لم يكن يحترم السلطة. أندراوس تعلم كيف يحترم يوحنا, ومن خلال أنه تعلم أن يحترم يوحنا تعلم أن يتبع يسوع. ولاحظ من بعد ما أن يوحنا أطلقه انطلق ليتبع يسوع. أنت أيضا اليوم مدعو أنه تتخلى عن الكلمات الكبيرة, إيه أنا بدي أخدم الله, تتخلى عن هذه الشعارات الروحية اللي حملها أنه أنا فيني أخدم الله هيك وكون مثل سفر القضاة أعمل ما يحلو لي.
افتح حسابي. انا بخدم الله وين ما كان. شو هالكذب من ابليس؟ اذا انت لم تتعلم ان تكون تابع، انسى انه الله ممكن يستخدمك. انسى انه الله لا يستطيع ان يستخدم الا اتباع. اتباع. ايه بس انا عندي مواهب كتير ما حدا شايفها. المشكلة انه منك تابع. المشكلة انك منك تابع. ايه كان في كتير الرب يستخدم هالمواهب تبعك، لكن مشكلته انه ما بيقدر يوثق فيك بعد. ما رح تاخد المجد لانك مش تابع. يا ريت بتصير تابع، كان بيستخدمك يا رب. ايه بس انا عندي مال. رب مش محتاج لمالك. رب يريدك كلك ان تتبعه. ايه بس انا عندي معارف. رب مش محتاج لحدا يفتح له بواب. هو يفتح ولا احد يغلق، يغلق ولا احد يفتح. تابع. تابع. عشان هيك الان في هذه الكنيسة فرق ال 12 الموجودة في هذه الكنيسة، المجموعات صغيرة، تلاميذ، كل واحد في عليا تابع. 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 حتى أنا الآن أنتمي لتبعية أسس وطائف في لبنان، تحتي ما فين اخترقها، فوقي عفوا ينبغي أن أخضع لألا. كلياتنا أتباع. أتباع. عشان هيك أنا بدي شجعك اليوم، إذا أنت ما بتعرف يسوع بعد وبدك تكون واحد من تلاميذه، إيه بس ما أنا أتباع كاتب اسمي على التذكرة مسيحي، انسى الموضوع يا أحبائي. يسوع ما عنده سجل نفوس فوق. فوق ما رح قلك تذكرتك الرب، لأنه الله قال يعرف خاصته، بيعرف أتباعه، بيعرفهم كل واحد، بيعرفهم. الآن تقلي شو بدي أعمل؟ أنا بدي شجعك اليوم، إذا أنت أول مرة أو ربما صار لك فترة بهذه الكنيسة وحابب أنك تتبع يسوع، شجعك لأنك تكون عم تطلع معنا للقاء مع يسوع. رح يكون في ويك أند قريبا لقاء مع يسوع. حكي مع حدا من الخدام والتلاميذ الموجودين في هذه الكنيسة اللي بالمجموعات الصغيرة، حكي مع لابسين بجات، حكي مع حدا منا، عبر لقاله أنه أنا حابب التقي مع الرب، حابب أنه حياتي تتغير، حابب أنه أتدرب بهالكنيسة، وحابب أنه كمل أخدم الرب ونقود أيضا أشخاص مثل يوحنا، مثل أندراوس لعند الرب يسوع. إذا أنت هذا الشخص الآن ارفع يدك، خليني صلي لك الآن. ارفع يدك إذا أنت بعد ما عملت اللقاء مع يسوع. ما تأجل بعد، ما تأجل. اليوم بنهاية الاجتماع هذا الوقت لألك، أنا حابب أنه صلي معك. إذا أنت اليوم بعد بتقول لي يا أسيس إذا أنا اليوم بموت ما بعرف حالي لوين رايح، بتقول لي في ناس بيفتكروا أن الموت كتير بعيد، أنا بعدني شاب. مين بيعرف متى تأتي الساعة؟ مين بيعرف؟ مين بيعرف؟ الأسبوع الماضي فرقت معي حدقيقة. مجدا للرب، مجدا للرب. رب نجاني، لكن في أشخاص كتير خسرت حياتها بدك الوقت، لا ناقة لها ولا جمل. ما دخلها بالرئيس الحريري، ما دخلها بكل اللي عم بصير. كانت بسائبة انه ماشي بالشارع وراحت. مين كان بيقول الصبح لما طلعت من البيت انه هيدول الجماعة ما رح يرجعوا على البيت؟ مين كان بيقول؟ مين كان بيقول؟ مين كان عامل هيك حساب؟ يمكن لو انا عامل حسابي انه اليوم رح بينتهي الوقت كنت حضرت حالي. عشان هيك يسوع بتعرف شو قال؟ خلي دايما انديلك ملين زيت، لانك لا تعرف متى تأتي الساعة. لا تعرف متى تأتي الساعة. ما بتعرف أنت بيجي العريس. كون مستعد. إذا أنت هذا الشخص الآن مش عم خوفك الآن وعم قلك الآن تعال عند يسوع لأنه أنت خيفان من الموت إطلاقا، لكن بتعرف شو؟ حتى لو هيك هللويا، أفضل لألك تخلص، أفضل لألك تجي لعند يسوع من أنك ضلك تقول أنا ما بدي خاف، ما بدي خاف. لا خاف.